البعض يتحدث عن شروط، نحن لا نضع شروط، والبعض يتحدث عن مطالب، ربما لغة مخففة أكثر من شروط، ونحن لا نضع مطالب. فإذا ما نتحدث عنه ليس شروط ولا مطالب، هو متطلبات، والمصطلح مختلف. أي شيء في العالم إذا كنا نريد أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمن له البيئة المناسبة، وهي ما يسمى المتطلبات. فإذا كان هناك علاقة سياسية هي بحاجة لمتطلبات محددة لكي تحقق نتائجها. إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية، مشروع مشترك بين أي مجموعة أشخاص أو شركات أو دول، بحاجة لمتطلبات. فإذا من دون متطلبات لا تنجح العملية. فما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول. يعبر عن هذه المتطلبات القانون الدولي. فإذا هنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن أن تسير هذه العلاقة بدون قانون دولي، بدون الحديث عن الماضي بشكل صريح، بدون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى؟ هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسس لكي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة؟ هل الضمانات اليوم من الدول الوسيطة ضمانات يمكن أن تؤدي إلى حل هذه المتطلبات؟